أعزائي عزيزتي أحبائي المشاهدين والمشاهدات المتتبعين لصدى فاس في حلتها الجديدة، يومكم سعيد وتحية من الأعماق. اليوم سأتحدث معكم حول موضوع هام يتعلق بالصحافي المقتدر حميد برادة. هذا الصحافي الذي كان يطل علينا من القناة الثانية وقد جلل الشيب شعره ودقنه في برنامجه الهام ميزانكور. هذا البرنامج الذي استضاف فيه عددا من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. الصحافي حميد برادة ابتدأ حياته ثائرا راديكاليا يساريا متطرفا، وقد حكم عليه بالإعدام غيابيا لمقالاته التي كان ينشرها والتي كانت مناوئة للمغرب. تشاء الظروف أن أجتمع معه مطلة من الصحفيين والصحفيات في الذكرى 25 لتأسيس جريدة صدى تونات، ذلك يوم 27/12/2019. وخلال تلك المحطة الهامة التي كرم فيها عقد ندوة صحفية في إحدى القاعات بإحدى الثانويات بتونات. تحلقنا حوله مجموعة من الصحفيين لنعرف ما يريد أن يصرح به باعتباره العلبة السوداء للاتحاد الوطني للقوى. كنا متلهفين في بداية حديثه الذي كان هادئا وهامسا متكلما باللغة الفرنسية بلغة راقية. أشار فيها في بداية هذه الندوة إلى المؤامرة التي حيكت ضد الاتحاد الوطني سنة 1963 16 يوليوز 1963، والتي اتهم فيها الاتحاديون بمحاولة قلب نظام الحكم في المغرب. وأكد سي حميد برادة أن الاتحاديين كانوا ضحية لهذه المؤامرة. وفي سنة 63 أيضا تمت المصادقة على أول دستور مغربي، حيث صوت المغاربة عليه بواسطة استفتاء عام، لكن الاتحاد الوطني رفض هذا الدستور واعتبره دستورا ممنوحا. ورغم ذلك شارك الاتحاديون في الانتخابات التي جرت ونالوا وفازوا بعدد من المقاعد الهامة في البرلمان، لكن مع الأسف الشديد يقول سي حميد برادة أنه وقعت زوير في تلك الانتخابات. ونشأ عن ذلك صراع حاد على اعتبار على أن ما وقع هو تقليص للديمقراطية المغربية الفتية. في نفس السنة كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمعروف أنه كان طلبة في تلك الفترة كانوا يعني فعالين، ولكن تم توقيف الاتحاد الوطني. ولكن الجنرال أفقير الذي كان وزيرا للداخلية كما يقول السيد حميد برادة حاول استقطاب
يعني الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وسمح له بممارسة العمل داخل الجامعات. في تلك السنة أيضا يقول السي حامد برادة وقع جمع عام للاتحاد الوطني، وتم انتخاب حميد برادة بدعم من أفقير الذي اعتقد على أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سيكون مساندا للسلطات المحلية، ولكن ما وقع هو أن الاتحاد الوطني بعد انتخاب حميد برادة يقول أنه أصدر بلاغا شديد اللهجة ينددوا فيه بتقليص الديمقراطية المغربية، فألقي القبض على حميد برادة كما يقول، ونكل به وعدب. وفي سنة 1966 يضيف السي حميد برادة أنه هرب إلى الجزائر، واتصل بالفقيه المصري وزملائه، وعاش فترة طويلة مع الفقيه المصري، وأدرك أن الفقيه المصري وبعدم أخذ القرارات في الوقت المناسب، بل إنه كان متسرعا في قراراته، وظل معه مدة طويلة إلى أن قرر الهجرة إلى فرنسا بجواز سوري وآخر جزائري، ولم يطلب اللجوء السياسي من فرنسا التي سمحت له بالدخول إليها، والتحق بإحدى المعاهد الصحفية ودرس فيها وحصل على دبلوم عالي في الصحافة، والتحق بعد ذلك بمجلة جون أفريك واشتغل فيها. وبعد مراجعة لما قام به في حياته الشخصية انقلب على الجزائر، وبدأ يكتب مقالات ضدها ويساند الصحراء المغربية ويساند موقف المغرب من هذه القضية. إذاك يعني بدأت هذه المجلة يعني تثير قضايا مهمة جدا، ونظرا لتلك المقالات الهامة كانت تمنع في بعض الأحيان من الدخول إلى المغرب. سكت حميد برادة برهتا ليسترجع أنفاسه ويحشد ذاكرته، ثم أضاف قائلا: إن الجناح الراديكالي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والذي كما قلنا كان يقوده الفخير المصري، هو الذي ظلم الحسن الثاني رحمه الله وحاول اغتياله لمرتين، ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل. وقد أدى الاتحاد الاشتراكي الثمن غاليا، وأضاف: إن الزعيم المهدي بن بكا كان ليس ديمقراطيا. وأمام هذا التصريح يقول حميد برادة بهدوء تام أنه اتصل به الأستاذ محمد اليزغي الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعاب عليه ما صرح به للصحافة ومن تلك الأقوال. فأجبته يقول حميد برادة: أنا كما تعلم أستاذ اليزغي كنت ضمن المتآمرين، وأنت أيضا تعلم أنه كانت هناك مؤامرة ضد الحسن الثاني. ومرة أخرى ونظرا لكبار سنه أيضا اجتاح شيئا ما
وأضاف قائلا: قبل اختطاف الزعيم المهدي بن بركة سنة 1965، في تلك الفترة كان الخضر إبراهيمي هو سفير للجزائر بفرنسا، وكان صديقا للمهدي بن بركة. في تلك الفترة كان المهدي بسويسرا، فهاتف صديقه واستفسره عن الأحوال في باريس، فنصحه الإبراهيمي بعدم الدخول إلى باريس، وقال له إن باريس مملوءة بالبوليس المغربي. فأجابه المهدي بن بركة: أنا لي موعد مع الجنرال. وهنا تساءل حميد برادة: من هو هذا الجنرال؟ هل الجنرال دوغول أم الجنرال أفقير؟ كما قلت، في باريس أصبح برادة صحفيا مميزا، وأصبح فاعلا كبيرا. وقال أيضا: أعتز بكوني أنني أول صحفي مغربي حاور الراحل الحسن الثاني شخصيا حول الصحراء المغربي، حيث كنت واسطة بينه وبين إحدى القنوات التلفزيونية الكندية. وقال لي الحسن الثاني رحمه الله، طلب مني أن أصدر صحيفة، فأجبته باقتضاب: سوف أصدر صحيفة مستقلة. سكت راحل، وأدركت أنه لم يعجبه ردي. وفي سنة 1986 أيضا قال حميد برادة: لقد راسلت راحل الحسن الثاني كرم الله مثواه في شأن أن أجري معه حوارات حول العالم العربي، ولم أتلقى جوابا. ثم سافرت إلى كندا، وبعد عودتي شاءت الظروف أن ألتقي براحل الحسن الثاني في ملاعب الغولف، فاستقبلني ليلا وكان يرافقه إيداك دقديرا، وطلبت منه أن أؤلف كتابا حوله وحول شخصيته وحول مذكراته، فطلب مني أن أعطيه التفاصيل ليعرف ماهية الكتاب، ولكنني أجبته باقتضاب كما هي عادتي، فلم يجبني. ولم يكتب النجاح لا للحوار ولا لأيضا الكتاب الذي كنت أحاول أن أنشره. الجدير بالذكر أعزائي عزيزاتي أن الصحفي حميد برادة هو من مواليد مدينة طنجة، ووالده هو الحاج عبد القادر برادة، وكان من رواد الحركة الوطنية المغربية، وقد نفاه الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر نظرا لمواقفه الوطنية. وبعد عودته اختطف الحاج عبد القادر وزج به في دار بريشا، تلك الدار الرهيبة التي كان يعذب فيها المعارضون إذاك للحكام. وبعد ذلك ظل مصير الحاج حمد برادة مجهولا لحد الآن، لم يعرف مصيره، هل مات، هل هو بقي على دار الحياة إلى غير ذلك. قامت لجنة الإنصاف والمصالحة كما قال السي حميد برادة، وطلبت مني أن أملأ استمارة لأستفيد من التعويضات عن فقدان والدي، ولكنني رفضت لأنني اعتبرت أن والدي شهيد النضال من أجل المغرب. إلى اللقاء أعزائي عزيزتي
في حلقة مقبلة، ولا تنسوا مرة أخرى أن تنخرطوا في قناتنا.